اختتم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للعاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، حيث شارك سيادته قادة دول مجموعة العشرين في زيارة ضريح الزعيم الهندي التاريخي غاندي. والوقوف دقيقة حداد ووضع باقة من الزهور على الضريح. وختاماً لفعاليات المؤتمر، شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة بعنوان مستقبل واحد. وعلى هامش المؤتمر عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة لقاءات مع السيد أولاف شولتز المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا، وكذا السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين أشادا بتطور مسارات العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي نهاية الزيارة غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الهندية نيودلهي عائداً بسلامة الله إلى أرض الوطن.